والتواضع درجات. أعظم التواضع أن تكون أن يكون لله، تواضعك لله، ثم التواضع بين الناس. قال: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا ذهب التواضع حل ماذا؟ الفخر والبغي وغمط الناس ودفع الحق، هذا هو الذي يحصل. أما إذا حضر التواضع فستكون الرحمة والمحبة والألفة والتوادد والصلة بين الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن التواضع إذا وجد ذهب الفخر والخيلة وغمط الناس والظلم، يذهب عن الناس. وهذا أمر مجرد، هذا أمر مجرد. ولذلك تجدون هذا في البيوت، في العمل، في العلاقات الاجتماعية، تجدون التواضع إذا كان موجودا حل الخير. لكن إذا وجد، إذا ذهب التواضع حل ماذا؟ الكبر. والكبر هو دفع الحق وغمط الناس. دفع الحق رد الحق، ما يقبل الإنسان الحق، تكبر والعياذ بالله. وغمط الناس احتقار الناس، هذا من القبيلة الفلانية، هذا من العائلة الفلانية، هذا من البلد الفلاني، هذا ما عنده شهادة، هذا ما عنده كذا، هذا كله والعياذ بالله كبر، كبر. نسأل الله العافية والسلام. والميزان عند الله ما هو؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس ما بين ما عبد، عبد تقي وفاجر شقي، عبد تقي وفاجر شقي، هذا الناس. الله جل وعلا يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.